في السوشيال ميديا دي كلها انا بميل ان اسميها نيو ميديا. المخابرات التركية قالت انه في صفحة بيديرها هاكان فيدان، يعني المخابرات التركية، وبتدعو المصريين انهم يعملوا ويعملوا ويعملوا. انا هنا مهتمة اسألك، بفترة شغلك بره مصر بالتعامل مع الغرب ومع الصحافة الغربية والميديا الغربية، اشتغلوا علينا ازاي؟ هل المسألة وقفت ولا مكملة؟ لا طبعا ما وقفتش، ولو احنا تخيلنا انها وقفت يبقى احنا مش فاهمين، او ان احنا عاملين نفسنا مش فاهمين. يعني على فكرة سواء في سوشيال ميديا او ما فيش سوشيال ميديا، هي بس الفكرة انه في مصر وبعض الدول العربية حجم تأثير السوشيال ميديا يمكن اكبر بكتير قوي مما يفترض ان يكون عليه. رغم ان السوشيال ميديا في بداية ظهورها او بداية ظهورها بشدة في مصر، انا الحقيقة من اشد المؤيدين السوشيال ميديا، لان زي ما قلت لك يا اماني، هي السوشيال ميديا سلاح ذو حدين زي اي حاجه ثانيه. يعني زي ما تكون الجريده الورقيه سلاح ذو حدين، انا نوع المعلومات اللي بكتبها ايه ونوع التحليلات اللي بكتبها ايه، زي ما البرنامج ده ممكن يكون سلاح ذو حدين، كذلك السوشيال ميديا. لكن هي الفرق في السوشيال ميديا من اسمها ان هي وسيله للتواصل متاحه لدى الجميع، والجميع هنا اللي هو اي حد عنده وسيله اتصال بالشبكه العنكبوتيه والشبكه الالكترونيه. يعني المشكلة الحقيقة ان في مصر يمكن احنا عشان مش متعودين على سهولة او كثرة التواصل والاتصال، ما زلنا بنتعامل معها انها معلومات. وللأسف الشديد على فكرة ان حتى الناس اللي بتنتمي للطبقات اللي هي المتعلمة جدا احيانا بتقع في فخ، على فكرة مش شرط السياسة بس، بتقع في فخ تداول. انا بدأت بالحادثة بتاع الضبعة، محور الضبعة لم يفتتح اصلا. ايوه ان بيتم تداول بعض الاخبار حتى، او بعض اخبار بين علامات تنصيص، او تداول بعض المعلومات اللي قد تكون مغلوطه على اعتبار انها معلومات حقيقيه، وبيعاد تدويرها بعد كده في الشارع. يعني ممكن حارس العماره او الراجل بتاع الامن البسيط او البياع اللي هو ما عندوش اصلا، ممكن ما يكونش عنده موبايل. طب حضرتك اشرتي انه الناس اللي هي متعلمه مش مجرد حتى البسطاء. طيب انا هديكي مثال، فجأة بنلاقي عدد من الصحفيين اللي بيشوفوا نفسهم مرموقين لأنهم بيجيدوا اللغات الأجنبية، بينقلولنا عن معاهد وثينك تانك زي ما بيسموها، مراكز التفكير والأسماء اللوزعية بتاعت الغرب. فحضرتك ممكن تقوليلنا مثلا مين تشاتام هاوس عشان تملي عليا ما وصل إليه تشاتام هاوس؟ طيب خلينا بس يعني عشان برضو نبقى شايفين الأمور بصورتها الحقيقية، موضوع الثينك تانكس وموضوع المراكز البحثية هو موضوع بالغ الأهمية، وبالغ الأهمية لأن هم عن طريق الثينك تانكس دي وعن طريق المراكز البحثية دي، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إلى حد ما في فرنسا وفي ألمانيا بيتم تحديد سياسات الدول عن طريق مثل هذه المراكز. ونبص على الاشخاص حتى، يعني بصي كده على مجالس الادارات وبصي على الاشخاص، يقولك دايما هم في المواقع بتاعتهم يقولك مثلا ايه خبراءنا، الناس اللي هي الخبراء او الباحثين اللي هم من قوه هذا المركز او هذا الثينك تانك زي ما بتقول. بيقول كتير يعني هذه المراكز الحقيقة زي ما بقولك هي مش بس أهميتها أنها بتطلع تقارير، ولكنها أحيانا كثيرة جدا زي تشاتام هاوس مثلا هي اللي مش بتشارك بقى، ده هي اللي بتوجه أو بتدي الدايركشن، بتدي الاتجاه للدول الكبرى في تحديد سياستها، وخصوصا بالنسبة للمنطقة العربية.